البحث عن السعادة ليس بشيء سهل أبدا، فهو يحتاج إلى عمل وتخطيط وفعل في بعض الأحيان أشياء لا يستطيع الآخرين حتى التفكير فيها. وهناك جملة مشهورة عند العرب أن المال لا يشتري السعادة. لن أقول اليوم أن هذا شيء خاطئ، لكن يجب أن نتفق أن المال يسهل عليك الحياة ويضيف الكثير من المعنى إلى حياتك. وإذا كان المال لا يشتري السعادة، فلا تنس أبدا أن الفقر لا يشتري أي شيء. تستطيع أن تقول أن هذا الفيديو ما هو إلا محاكاة للواقع بعيدا عن التزييف وقلب الحقائق. مهما كنت تعتقد أن حياتك صعبة، ستغير رأيك في آخر الفيديو. هذا كريس غاردنر مع ابنه الصغير وهو يوصله إلى الحضانة. رغم أن الحضانة لديها سمعة سيئة وليست بمكان يسعد الإنسان بالبقاء فيه، هذا الجهاز الذي يحمله كريس هو ماسح لكثافة العظام، عمل ضجة كبيرة عندما ظهر للمرة الأولى. ولأن كريس كان ذكيا حينها، صرف كل ماله لشراء كيمياء كبيرة منه ليقوم بإعادة بيعها ويربح من فرق الشراء والبيع. لكن مع مرور الوقت لم يعد يستخدمه إلا القليل من الناس، وذلك نظرا لثمنه الباهظ. لكن المشكلة الكبيرة أن كريس كان يعيش ويصرف على عائلته من بيع ذلك الجهاز، وكل مرة يحاول بيع الجهاز يجد صعوبة في ذلك، وكثيرا ما كان يفشل في البيع. وهذه ليندا زوجته، تقريبا تعمل طوال اليوم، وكريس يقول لها يجب عليها أن تذهب لكي تحضر ابنه من الحضانة لأنه مشغول جدا. وليندا تقول له يجب أن ندفع الضرائب، ويقول لها فقط انسي الأمر أنا سأتصرف. سيارة كريس تسحب لأن عليها الكثير من الغرامات الغير المدفوعة، وهو لا يستطيع أن يؤمن حتى ما يأكل. الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، وليندا كل مرة تتكلم عن الضرائب والإيجار. كريس يرى سيارة الأحلام ويسأل ملكها ما هو عملك، فيرد عليه أنا سمسار في البورصة، ويفهم منها أنه لا يحتاج إلى تعليم جامعي من أجل أن يكون سمسار. المهم أن يعرف كيف يتعامل مع الناس والأرقام، فيبدأ يتحمس للموضوع لأنه ذكي في التعامل مع الناس والأرقام. كريس يخبر ليندا عن الموضوع وترد عليه اشتغل رائد فضاء أحسن. طبعا تسخر منه وتقول له هناك إيجار وضرائب لا بد أن تدفع، قم ببيع الأجهزة أحسن لأننا لم ندفع الإيجار هذه شهرين على الأقل. وأنا أعمل طوال اليوم، أنا لم أعد أتحمل. ثاني يوم كريس يقرر أن يذهب إلى الشركة ويقدم للتدريب، ويترك ذلك الجهاز مع متسولة، وهذا الجزء الغبي منه. وهو داخل تدريب، الفتاة المتسولة تأخذ الجهاز وتهرب بسرعة. خرج من الشركة ولحقها، لكنها تهرب منه في القطار معه ورقة تقديم وذهب بدون الجهاز. حينها كان الظهور الأول لمكعب الألوان روبيك الذي عمل ضجة كبيرة إلى درجة أن أغلب الناس لديها ذلك المكعب. كريس يفهم من ابني أن الحضانة يسمحون لهم بمشاهدة المسلسلات والأفلام، وقرر أن يحدث المدير عن الأمر، وقالت له لو تملك مال كافي قم بأخذه إلى حضانة بشروطك أنت، أنت مدين لنا، ثم تأتي وتشتكي. وأغلقت الباب في وجهه. كريس بعد أن كتب ورقة التقديم أخذها للمدير تويس بنفسه وقال له أريد أن أثبت لك نفسي، لكن المدير كان مشغولا جدا وقال له أراك بعد ذلك. وينزل كريس للشارع ويحاول بيع الجهاز الذي معه، لكن يرى الجهاز المسروق منه مع الفتاة المتسولة، ويجري وأخذ منها الجهاز بعد أن حاولت الهرب. وبعدها كريس رجع للبيت وحاول أن يخبر ليندا بكل ما حصل له، لكن ترد عليه كل ذلك ليس مهم. خلاصة القول أن ليندا لم تعد تحتمل تلك الحياة ولم تعد تثق في كريس كما كانت. كريس كان ينتظر مدير توظيف تويس تحت الشركة، لكن كان مستعجل وركب معه في التاكسي وحاول أن يشرح للمدير، لكن كان مشغول في مكعب الألوان روبيك، وكان من المستحيل أن يقوم أي أحد إلا من بعد نصف ساعة بحله، وهذا الشخص العادي طبعا. وعرض كريس حل المكعب وفعلا قام بذلك بعد دقائق قليلة، وأعجب المدير به وعادت سيارة الأجرة بكريس، لكن لم يكن يملك ما يسعد فعل السائق، فنزل مرة واحدة وهرب، لكن ترك الجهاز في التاكسي وعاد لأخذه وهرب من صاحبه واختفى في محطة القطار. دخل كريس القطار لكن الجهاز علق فوقع منه. النحس ربما عمل مع كريس عقدا لا يفارقه أبدا. كريس تأخر وكلم ليندا وقالت له أنها تأخر عن الشغل بسببه وأنها ستأخذ ابنها وتذهب. كريس أنهى المكالمة وأسرع إلى البيت ووجد أن ليندا أخذت الابن وذهبت والبيت فارغ. وفجأة الهاتف يرن، إذا بمدير توظيف يخبر كريس أن يقدم إلى مقابلة التدريب على الشركة ويعطيها رقم سكرتيرة للحصول على تفاصيل أكثر. كريس قام بحفظ الرقم في عقله لأنه لم يجد قلم، وسجل بسرعة الرقم عندما نزل إلى أسفل المبنى. كريس يذهب لأخذ ابنه من الحضانة ويقابل ليندا ويخبره أنه هو من سيهتم بابنه ولن تأخذه إلى أي مكان. وتخنق قليلا وأخذ كريس ابنه وذهب للبيت. مع بدء الطفل بتناول الطعام، صاحب البيت يدخل يريد أن يخرجه من البيت لأنهم لم يدفعوا الإيجار، وقال لكريس أنه اتفق مع العمال ليسبغوا البيت. فعرض كريس أن يقوم بذلك بنفسه ويعطيه بعض الوقت مهلة، أخبره أنه سيعود بعد أسبوع وعليه أن يدهن البيت أيضا. ومع بدء كريس في صباغة المنزل، إذا بالشرطة يلقوا القبض على كريس بسبب الضرائب المتراكمة، وهناك دفع ما عليه بشيك، لكن يجب أن ينتظر إلى صباح اليوم الآخر ليتم تأكيد الشيك.
فهتف ليندا وغزلها بعض الوقت ليخبرها أن تذهب لتأخذ ابنها من الحضانة لأنه حبس. وقبل مقابلة العمل بربع ساعة يخرج كريس من السجن وملابسه ملونة بالسباق، وهو في تلك الحالة أشبه بمتسولين تقريبا، ويجري مثل جيمس بوند، وينظر له الناس بقرف واحتقار، ويجلس مع الإدارة ويحاول إقناعهم ويخبرهم بالحقيقة أنه كان يسبغ البيت وسجن. ويقوم مجلس الإدارة بمنحه الفرصة لكنه يكشف أن التدريب بدون راتب، ويبدأ يفكر أن ينسحب من الموضوع، لكن تويست يخبره أن رهنت عليه وأقنعه أن يكمل التدريب. تخيل معي وضع كريس، هذا التدريب يحتوي على 20 شخص، سيعمل واحد منهم فقط أما الباقي يذهب لمكان آخر للتدريب 6 أشهر أخرى، يعني لن يأخذ أي شيء وليس هناك وظيفة مضمونة، ومن أجل أن يعيش 6 أشهر المقبلة يجب أن يقوم ببيع كل الأجهزة. هناك نوع من الناس يفضل في مثل هذه الظروف أن ينتحر ويرتاح، وهذا حل سهل. وهناك نوع ثاني مثل كريس، الموضوع تعقد أكثر لأن ليندا ستنتقل للعيش في نيويورك لأنها وجدت عمل هنا، وكريس يريد أن يبقى ابنه معه. هل سيبيع الأجهزة أو يعتني بابنه وستتدرب في الشركة؟ الموضوع تعقد بكل ما تحمله الكلمة معنى. كريس يخرج من المنزل ويذهب للعيش في فندق لأنه لم يدفع الإيجار، وفي المساء يذهب مع ابنه للعب كرة السلة ويذهب بعدها لبيع الأجهزة. الابن يسأل كريس لماذا نحن في فندق؟ كريس يجيب بسرعة لأنني وجدت عمل أحسن. وفي الطريق الابن يحكي لكريس نكتة، وهذه النكتة تقول أن أحد الأشخاص كان يغرق فمر عليه مركب فقالوا له هل تريد المساعدة؟ ويرد لا ربنا سينقذني. وبعد قليل من الوقت يمر مركب ثاني لكن يخبرهم أيضا شكرا لكن ربي سينقذني، إلى أن غرق وذهب للجنة. وهناك يقول ربه لماذا لم تنقذني؟ قال له ألم أبعث لك مركبين يا غبي؟ كريس قام ببيع أول جهاز وبدأ التدريب في الشركة وبدأ يفهم كيف تسير الأمور وتوزع عليهم كتاب ليساعدهم أكثر. وفي 10 دقائق التي كان كريس يأخذها راحة كان ينزل للأسفل ويأكل ما استطاع، وفجأة يرى الجهاز الذي وقع منه في القطار مع رجل مجنون فيسرع لأخذه منه لكن بسرعة أيضا تصدمه سيارة ويضيع حذاءه ويرجع للشركة بتلك الحالة. لكن كريس اعتاد على ذلك، في العمل كان يفعل ما يفعله أصدقائه في 9 ساعات في 6 ساعات فقط، ذلك لأنه يجب عليه الاعتناء بابنه يقوم ببيع الأجهزة في نفس الوقت. المصيبة أن مدير المكتب في الشركة كان يعامل كريس كأنه خادم له، كلما يحتاج إلى شيء ينادي على كريس. مرة استطاع كريس أن يصل إلى مقابلة مع رجل مهم لكن مدير المكتب طلب منه أن يقوم بتغيير مكان سيارته، وهذا ما جعل كريس يضيع المقابلة مع الرجل المهم ودفع مخالفة على سيارة المدير. كريس حاول أن يقابل رجل الأعمال وقرر أن يذهب إلى بيته ويعتذر له لأنه أخلف عن الوقت المحدد للقاء وأن يسمح له بأن يقابله مرة أخرى، لكن الرجل كان مشغول وكان ذاهب ليشاهد مباراة كرة قدم. ويكذب كريس ويخبره أنه هو أيضا ذاهب ليشاهد المباراة ويذهب معه إلى الملعب. ويبدأ كريس يتكلم مع الرجل عن العمل وأن شركتهم ستقوم بإدارة أمواله بشكل جيد، لكن الرجل يستبعد حدوث ذلك ومن الصعب أن يتعامل مع شركتهم. والدنيا بدأت تبقى أحسن مع كريس وقام ببيع كل الأجهزة ومعه مال يكفي ليعيش، لكن للحكومة رأي آخر وقامت بأخذ كل ما في حسابه البنكي وتركت له 20 دولار فقط وذلك كله لأنه لم يدفع الضرائب، تبا للضرائب. وترجع حياة كريس كما كانت بل أسوأ، وصاحب الفندق كل مرة يطلب منه أن يدفع الإيجار وهو يؤجل، ولقد وصل به الأمر أن يتخانق مع صديق له من أجل 14 دولار فقط. الوضع أصبح كارثي وهو مهدد أن يرمى في الشارع في أي وقت. وفجأة كريس وهو في الحديقة يرى الشخص المجنون الذي يعتقد أن الجهاز آلة زمن، وأقصى أحلامه أن يعود للستينيات ليسمع لرجل مشهور أو لفنان مشهور. إنه ليس مجنون فقط بل مجنون وتافه، ويأخذ كريس الجهاز من ذلك الرجل ويقوم بتنظيفه ويحاول أن يبيعه لأحد الأشخاص، لكن وهو عند ذلك الرجل الجهاز لم يشتغل ويعيده معه ليقوم بإصلاحه، لكن يجد صاحب الفندق قام برمي كل ما يملك في الخارج وغير قفل الباب. ابنه كريس كان شبه منهار وغير مصدق أنه سينام في الشارع، لكن هدأ بعد ذلك وذهب للقطار ونام هو ابنه في الحمام وأقفل الباب عليهم. وكل مرة يأتي أحد الأشخاص لاستعمال الحمام كان كريس يضع يده على أذن ابنه كي لا يستيقظ، إحساس بالذل والإهانة وكسر الخاطر يبكي له الصخر. دموع كريس في هذه الليلة لم تتوقف أبدا. وفي الصباح بعد العمل كان يبحث على مكان لينام فيه هو وابنه، وجد مكان لكنه خاص بالنساء والأطفال، وكريس من المستحيل أن يترك ابنه وحده ويذهب لمكان آخر وتخانق مع أحد الأشخاص في الصف. وبعد الكثير من المعاناة استطاع أن يدخل الغرفة لكن في الداخل ينقطع الكهرباء. هذا ليس فقر فقط، هذا فقر وحد أسوأ أيضا. الحمد لله أنها ليست حياته. ويطمئن كريس على الإبن كي لا يكتئب من كل الأشياء التي يراها أمام عينيه، ويحاول كريس إصلاح الجهاز الأخير كي يقوم ببيعه لأنه سيشكل فرق كبير في حياته لو قام بإصلاحه، وذلك تحت ضوء لمبة لكن هي أيضا تحترق
كريس كان يراجع كتاب تدريب طوال الليل وهو واقف، لأنه كان يستغل الضوء المنبعث من الخارج. كريس كان يضغط على نفسه كثيرا كي يكمل التدريب، كي يستطيع الحصول على غرفة لينام فيها، وكان يأخذ كل ما يخصه ويعيده في المساء، لأنه لا يملك أي مكان آمن ليترك فيه كل ما لديه. كريس كانت حياته صعبة في ذلك الوقت، وها هو الامتحان الذي سيرفع كريس من كل تلك المعاناة أو يحطمه نفسيا كالعادة. بسرعة كبيرة كريس ينهي الاختبار ويسلم الورقة للمراقب، وهو راكب مع أحد المتدربين الذي سأله عن الامتحان. رد عليه السؤال المقالي كان صعب، لكن صاحبنا لم يرى السؤال المقالي أبدا، مثله مثل أي طالب مغربي يدخل الامتحان برأسه فقط، أما عقله تركه كالعادة في المنزل. كريس يلتقي بالمدير ويقول له اعطيني 5 دولارات لأني نسيت محفظتي في الأعلى، فيعطيه كريس المبلغ وهو كل ما يملك تقريبا. هذا اليوم بالضبط كل الغرف تكون ممتلئة وكريس ليس له مكان. كريس أخذ ابنه لمطعم كي يتناول وجبة العشاء، وهو يأكل يشاهد عائلة فيتذكر أمه. كريس كان من الضروري جدا يحصل على المال لكي يشتري لمبة، فكان الحل بالنسبة له أن يقوم ببيع دمه، وفعلا قام بذلك وباع كيس دم ب20 دولار واشترى لمبة. وتاني يوم الابن قال له هل أنا السبب في رحيل أمي؟ كريس يرد عليه أبدا، أمك ذهبت لأنها أرادت ذلك. كريس يحاول إصلاح الجهاز ونجح في ذلك، وجربه أمام الدكتور فأعطاه المبلغ كاملا. وفي الطريق الابن يسأل كريس أين سنذهب الليلة، لأنه اعتاد على الدل، ورد كريس أنه سأخذه لفندق. الابن يقول لو أردت أن أذهب معك لكهف فأنا مستعد لذلك، ويقصد حمام القطار، لكن كريس يقول له يا حبيبي هناك بعض الأشياء تكون ممتعة عندما تقوم بها مرة واحدة فقط، وينام الليلة في فندق. هذا اليوم آخر يوم في التدريب، واحد فقط من 20 المتدرب سيكون وكيل أسهم في الشركة. المدير ينادي على كريس، وبالتأكيد كريس كان يعرف أن هذا اليوم هو آخر يوم له في الشركة، وأخبر المدير أنه لبس قميص مميز من أجل ذلك، لكن للمدير رأي آخر ويقول له أنت ستلبس قميص آخر غدا لأنه سيكون أول يوم لك كوكيل أسهم في الشركة. كريس كانت الدموع تنزل من عينيه، وأول مرة يسمع مثل هذا الكلام، وهذا الجزء الصغير هو فعلا السعادة في حياة كريس. وينزل كريس وهو غير مصدق لنفسه، وبعدها كريس يجري في الشارع مثل المجنون، وأسرع إلى الحضانة ويحضن ابنه ويقول وأخيرا كل المعاناة انتهت والأمور ستتحول للأحسن. وفي النهاية يذهب كريس مع ابنه ليتجول، لكن يظهر كريس الحقيقي صاحب هذه القصة الملحمية، الشخص الذي تحدى الظروف والمجتمع ونفسه، وبدأ طريق النجاح من الصفر حرفيا، من شخص ينام في حمام القطار إلى أحد أثرياء العالم الآن، وهو كريستوفر غاردنر. The Pursuit of Happiness أو السعيد السعادة هو فيلم أمريكي من بطولة ويل سميث لقصة حقيقية لكريستوفر غاردنر.